250 ألف متر مربع من العقارات لشركة تكنولوجيا عالية الدقة. هذه هي الخطة التي أعلنت عنها بلدية القدس، وستنشئها في حي وادي جوز بالقدس الشرقية، وهي جزء من حزمة استثمار بقيمة نحو 600 مليون دولار في مناطق القدس الشرقية. منطقة صناعية ستوفر حوالي 10,000 فرصة عمل جيدة ووظائف عالية المستوى لسكان القدس الشرقية فقط. نحن نفهم الثغرات الموجودة في المنطقة ونريد أن يأتي الحل من داخل القدس الشرقية. نظراً للبناء المخطط له، سيتم هدم العديد من المصالح التجارية التي تلقت رسالة تخبرهم أن أمامهم 6 أشهر فقط لتنفيذ عملية الإخلاء من دون إفادتهم بمعلومات كافية. ما بعرف عن أي أشغال، ما حكولنا عن أي أشغال، ما حكولنا حتى شغلي، مصيري، مصير عيلتي، الناس اللي بتاكل من هذا لهذا شو راح يكون؟ أنا وين راح أكون؟ يعني راح أروح أشتغل وين؟ شو يعني إيش منين أجيب؟ وضع المدينة المركب والتباين في الآراء يصعب المهمة، فبينما يقول مسؤولي البلدية إنهم يأملون في رؤية التغيير ولهذا السبب يقومون ببناء سيليكون وادي، ولكن عندما تحدثنا إلى سكان وادي جوز استوعبنا أن التغيير بهذه الطريقة غير مرحب فيه.